سيادتك الرحلة التي بدأت من الشرقية من أبو كبير أو كما يطلق عليها الشرقوة أبو كبير، لأني أعرف أن الأسرة كانت من هذه المدينة الصغيرة في محافظة الشرقية. أنا نشأت في أبو كبير، أو عائلتي بمعنى آخر نشأت في أبو كبير، أبويا وعمامي وعماتي. أنا في الواقع ولدت في القاهرة، لكن أبويا وعمامي زي ما قلت وعماتي فضلوا هناك وهم هنا، لأن الأسرة منها ما هو فضل في الأرياف ومنها ما هو جاه القاهرة ومنها، فإحنا من ضمن اللي جينا. صلة الرحم إلى الشيخ الشعراء، فبالتالي ممكن جدا يجوز إن عبد الوهاب يكون من المغرب، أصول مغربية، والله منه هو لم أسمح أبدا.